سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتوما بخير، على خير. اليوم غنبدا معكم الفيديو ديالي من عند ماما. نشارك معكم نهاري عند ماما كيفاش كيدوز والروتين ديالي عندها. سمحوا لي البنات غبرت عليكم شويه، راه غير صوتي غيعطيكم الخبر. راكم عارفين مع كنت قلت لكم هاد الحساسيه ديال الربيع كتاثر عليا مره، وهذا ما كان المهم. راكم عارفين كتصبحوا عند الوالدين ضروري كتنوضوا هكا الدوري بالدنيا هكا وتدوري لها وتخملي لها شي شويه. هذا ما كان البنات. المهم بقيت هكايا كنجمع الدار، جمعناها ودوزت لها شي شويه ديال الماء هكايا في الدار جفيف وداك الشيء. المهم الشغل العادي والروتين العادي اللي كدير اي وحده في دارها، يعني دي الروتين اليومي. ومن بعد غادي ندوزو باش نشارك معاكم الغديوه ديالنا. راكم عارفين دابا كنا مجموعين في الدار، والاغلبيه هكا منين كنتجمعوا كنديروا هكا شي غديوه اللي كتكون سبيسيال. ولا هذا راكم عارفين لهلا يخطي الجماعه ديال الخوت والحباب، ولهلا يخطي على كل واحد ما عز عليه. صافي غندوزو دابا انا وماما. راه حنا كنوجدوا في الشلاضه، درنا غير مقارونيه هكا بالطون والذره. راكم عارفين الشلاضه اللي ديما كنشاركها معكم، يعني عزيزه علينا وكتعجبني انا وخوتي. وانا هنا كنقطع شويه ديال المطيشه مع البصله، غادي نديروها مع شويه ديال الكفته. نتوما مالين الخير، وهذا ما كان، هذا هو غدانا البنات. وشاركت معكم نهارنا كيفاش غيدوز، يعني كله ان شاء الله من صباحو حتى لرواحو كما كيقولوا. كنتمنى يعجبكم هذا النهار. ودابا البنات كما شتوا يلاه سالينا الشقه ديال الدار، بدينا كنوجدوا في الغدا. يلاه صاوبت الكفته كما شفتوا، وهادو الشليضات اللي صاوبنا. هذه البصله المطيشه نديرها مع الكفته مشويه، وهذا الخيار. زبيتنا الشلاضه ديال المكرونيه مع الطون، والمناضه هنايا. ودابا البنات يلاه تغدينا. مهم والله ما جمعناش حتى الماعن، صافي ندنا خرجنا. قال لك بابا والو، نوضو نخرجو هكا نتحركو نضيفو له شويه، بغى يبدل هكايا الجو. راكم عارفين هاد الايامات مع ستريس ديال المرض وداك الشيء. المهم شدينا الطريقه البنات، شوفوا على طبيعه غزاله والدنيا عامره. فين ما كان الربيع كتلقاو الناس كما كتشوفوا واحد الطبيعه صراحه اللي كتريح النفسيه. والله يكمل على الفلاحه بالخير هاد العام صراحه غزال تبارك الله. الربيع فين ما مشيتي والخضوره والمناظر يا سلام صراحه. مهم فين ما مشينا هاد العشيه غادي نديكم معايا تكتشفوا فين مشينا. صراحه واحد البليصه اللي هي زوينه زوينه بزاف، والاغلبيه ديال الناس هكايا اللي كيكونوا قابطين الطريق هكا كيجيو لها من تازا او لا الناس ديال فاس. حنا هنايا تبجطات مع هذا. المهم كما كتشوفوا انتم هاد الدنيا عامره بزاف بزاف مع العطله، كل شيء خارج صراحه. الناس رايحين فحال البوبوش، كل شيء خارج تبارك الله، والجو غزال الشميشه يا سلام. ودابا البنات احنا وصلنا لسيدي حرازم، الدنيا عامره. وهانتوما كيما شفتوا مع الطريق، عرفتي في ما كان الربيع والشجر، الناس خارجين ومخرجين الغديوات ديالهم وليداتهم كيلعبوا. حتى سيدي حرازم راه عامر، ماما ها هي دي معايا. المهم احنا دابا غادي لبلاصه ديال الماء، طريق غزال عرفتي، واحد الخضوره. غنقول لكم يا سلام، سمعوا عرفتي مالين الباركين منوضين قربانه هنا غسيل الطوموبيلات. الله يحسن العوال كل واحد. المهم دابا انا غنقلب لكم الكاميرا. Oh.
ثم كما كتشوفوا الجو زوين، داك الشيء ديال الارتيزانا زوين اللي كيتباع، والناس يا عامره واحد الجو ديال الخضوره عجيب. انا غادي نقلب لكم الكاميرا وتشوفوا واحد المنظر اللي زوين، وحتى الاثمنه عندهم مناسبه الصراحه، الاثمنه زوينه ماشي. انا قلت زعما حيت بحال كملي كيكون سيدي حرازم ولا يعقوب وداك الشيء، هذاك الشيء ديال الارتيزانا وهذا كله كيكون زي الثمن. هنا لا، داك الشيء اثمنه صراحه غير زونابل، كل شيء زوين، اثمنه زوينه وبزاف. انا غنقلب لكم الكاميرا شي واحد المنظر رائع صراحه. ماما كي جاك الجو هنا زوين؟ ولي عاجي بزاف الشوشات، شحال هادي بيني وبين انا بعدا صراحه، شحال هادي بيني وبين سيدي حرازم شحال؟ جيت له هادي ما كملاش واحد الشهر زيد، وحتى الماء ديالو مزيان الكلاوي يا ماما. كاين مزيان الكلاوي، المعده كاين، حتى السخونات هنا الماء ديالها مزيان الكلاوي، والجو زوين والواحد كيبدل شويه الجو والدنيا عامره. هاد الجو هذا الربيع مع العطله الواحد صراحه يبقى يمشي اللي قريب له في حركة شي حاجه صراحه يستغله، يمشي ماشي ديما المدينه المدينه والحيوطه و... يبا قولي شي حاجه ماما. مرحبا بكم معنا في سيدي حرازم. هاجي تشوفوا الحويجات التقليديه من الشغيبلات، داك الشيء يا سلام، والفاكهه مع دابا شعبان وشنو دايره الفاكهه هنايا غزال. ايه ولا اله الا الله، الحمد لله على بلادنا، اللهم لك الحمد. هذا الشيء صراحه زوين وشي غزال. المهم دابا يلاه راني طالعه في الدروج، درنا شويه تما وعمرنا الماء وبسنا شويه حدا داك المنظر اللي وريتكم، ودابا ويلي ويلي كنسخن. ودابا غادي نمشي نقطع الطريق، شوف كان غادي نمشي ان شاء الله بحول الله، اي حاجه درناها غادي نشاركها معاكم. الصراحه هاد الخرجه ما خصهاش داك الغدا اللي درنا، بحال كنقدفوا بحال كنتمشاو. ايوا الناس بحرا نشربوا لنا سيدي حرازم نهدمو. يلا يلا. ودابا البنات حنا دابا راه حنا في فاس، ونضربوا دويره هكايا نتساراو المولاي من هذا، قلت لكم المولاي دريس من سيدي حرازم، دزنا هكايا لفاس هذا الشارع، الدنيا عامره وزوينه. المهم دابا غادي نمشيو لبيسكوب، واحد المحل كيدير داكشي ديال البيتزا وطاكوس وداكشي زوين، غنديكم معايا وتشوفوا داكشي اللي عنده. ودابا البنات يلا وصلنا للريستو ديال بيسكوب، كاينه حدا السفاره ديال فرنسا، صراحه عندهم داكشي غزال. هذه صالات بيسكوب، صالات عائليه غزاله، فيها بزاف ديال انواع الفرماج، كروفيت، سومون، سوريمي، المهم داكشي غزال. وخدينا البيتزات، كل واحد الشكل ديال البيتزا اللي بغا هو، وخدينا هكا تاكوسات. المهم راكم عارفين كل واحد شنو كياخد. ماما هنا راه كنهضر انا وياها، المهم ماما عزيزه عليها البيتزا بزاف. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ان شاء الله يكون عجبكم، وما تبخلوش عليا باللايكات البنات، واللي دخلت معايا اول مره دير لي ابوني سبسكرايب، كنموت عليكم كنحماق عليكم اليوم فعلا، قناتي بكم كطلع.